مشاهدينا أهلا بكم. منذ قليل انتشر خبر عن إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني لمترو الأنفاق، وبدأ الكل يتساءل عن أسباب الإغلاق، وده لأن قطاع كبير جدا من المواطنين بيعتمدوا على هذه المحطة. بالفعل الهيئة القومية للأنفاق أعلنت في بيانها الأخير عن إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة، وإن السبب وراء الغلق هو استكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني لمترو الأنفاق، وإنه بالفعل سيتم الغلق يومي الخميس والجمعة الموافقان 4 و5 مايو، على أن يتم غلق المحطة بالكامل منذ نهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو ولمدة 48 ساعة، وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو. كمان بنذكر حضراتكم إن يومي الخميس والجمعة القادمين أجازة رسمية. السؤال اللي بيفرض نفسه حالياً، وهو إزاي هيكون سير الخط الثاني أثناء إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة؟ الحقيقة إن الخط الثاني هيعمل بشكل كامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب، مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة، وهيكون أمام المواطنين خيارين لاستخدام مترو الأنفاق، أما محطة مترو البحوث أو محطة مترو فيصل. ومن جانبها أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن العمل سيجري على قدم وساق خلال هذه المدة لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها، كما سيتم تكثيف كافة الأعمال للانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق لتكون في استقبال الركاب بنهاية العام الحالي. أما بالنسبة لتفاصيل الخط الرابع للمترو الذي يعرف بمترو الهرم أكتوبر، فهو يمتد مساره من دريم لاند وحي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر مروراً بشارع الهرم وميدان الجيزة والمنيل والملك الصالح، ويصل حتى مدينة نصر ثم التجمع في نهاية المرحلة الثانية في الرحاب. يبلغ طول محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق 42 كيلومتر، ويصل عدد محطاته ل 38 محطة، ويتم تنفيذه على مرحلتين. المرحلة الأولى منه تبدأ من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط حتى محطة القاهرة الجديدة، وعددهم 21 محطة. ويعتبر الخط الرابع لمترو الأنفاق حلقة وصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة وكمان مدينة 6 أكتوبر، لأن المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حاليا ستحقق تبادل لخدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح. مع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والتغطيات تابعونا على موقع صدى البلد الإخباري. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.